في سياق تدابير أمنية أكثر صرامة من أي وقت مضى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوما بتشديد الإجراءات الأمنية في البلاد مع قرب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سوتشي 2014 في فبراير شباط المقبل. وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن المواطنين الروس الذين سيزورون مدينة سوتشي بين يومي 7 و21 من فبراير يتعين عليهم تسجيل بيانات لدى السلطات المحلية خلال 3 أيام من وصولهم. وبالنسبة للأجانب، فإنهم ملزمون بإبلاغ السلطات بأماكن إقامتهم وبتحركاتهم. المرسوم يعفي من الشروط الرياضيين الأولمبيين أو ممثلي وسائل الإعلام من الروس والأجانب أو من لديهم حجز مسبق في أحد فنادق سوتشي. المرسوم وجه انتقادا من المعارضة التي اعتبرته يقيد حرية المواطنين الروس، خاصة وأن سكان سوتشي اشتكوا في الآونة الأخيرة من تقييد حريتهم في التنقل.